كبستنا اليوم من الشرقية، الكبسة الدمامية، من ألذ الكبسات، وأهل الشرقية مبدعين جدا بالطبخ ومتفننين بالنكهات. تابعوا معنا التفاصيل. الكبسة الدمامية بستخدم رز العائلة العنبر، طويل الحبة ورائحته طيبة، يصلح لهذه الكبسة. بسم الله. نغسل الرز وننقعه قبل الطبخ. خطوات الكبسة الدمامية: نكشن البصل بدون إضافة شيء. الاختلاف بالكبسة الدمامية: نكشن البصل بدون إضافة أي شيء أول شيء، ونبدأ ناخذ اللون اللي يتكرمل بالماء. نضيف شوي ماء، شلنا البصل، شوفوا اللون بس، نضيف الحين السمنة. يا سلام يا سلام. طماطم والثوم. أهم المكونات الكبسة الدمامية: الكزبرة، نضيف جزء الحين، البهارات، ناخذ شوي من الحشو بنخليه فوق الرز، معجون الطماط، الملح والبهارات الكاملة، الدجاج، شلنا الدجاج ونضيف الماء، باقي الكزبرة، خذ دجاج لين يسخن. بعد ما استوى الدجاج نرفعه ونحمره بالفل. نضيف رز العائلة العنبر، نطبخه على حرارة عالية، نضيف فلفل، حرارة عالية لين يشرب الماء. ما شرب الماء نضيف الحشو اللي أخذناه من الأول، نقفل القدر زين على حرارة هادية 15 دقيقة. يا سلام على الرائحة الطيبة. الكبسة الدمامية من ألذ الكبسات، ما شاء الله تبارك الله. شوفوا الحب، نثري وقطني، بسم الله ما شاء الله. يا حبة الرز تقول سباجيتي بدون مبالغة، شوفوا حبة الرز كيف.